نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على اي اف ام ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم بدأت في الكوينز في حي بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية. ميريندا كيما كل صباح تاخذ الكار اللي تهزها للشيرة هذيك باش تمشي تخدم على روحها. أوراق دخلت حارقة كيما برشا من ولاد بلادها. آلاف يتعداو الحدود كل يوم رغم الحراسة المشددة. ميراندا تخدم منظفة رحمة لشفقة، وبعد ما يخدمها هي الخيط الأول في الوقاية متاعها. ميراندا كانت كل صباح تمشي تنظف متجر، حانوت صغير أو مغازة صغيرة، وخلينا نقولوا شيبارات، على ملك واحد اسمه جوزيف كونورس أو جو كما يناديو الولاد هومتو. كانت تدخل من باب صغير في زنقة وعندها المفاتح. جو ومرتو يسكنوا فوق الشيبارات متاعهم، وعندهم دروج يهبطهم طول للاريير بوتيك. في العادة دوب ما ميريندا تدور الكوبة تلقى سيلي مرت جو هبطة من الدروج كل يوم هكاكا في نفس الوقت، تلقاها عرضتها وتصبح عليها وتدخل معها للسوبرات باش تعاونها على التنظيف. هذا هو المعدل متاع كل يوم. لكن انهارتها ميريندا وهي تتكعبر كما دبوسة الغاز، وقت الدخان متاع الماء سخون خارج من قر وعامل ذبابة، وشافت كل خيال. الدنيا كما قلنا لكم الستة متاع الصباح ومازالت ظلام. هي ما فهمتش شنو اللي تلامحتو، عبد ولا زوز، لكن في وام يطارو تقول أرضه كانت لهم بلاعة. الحاصل مشى في بالها اللي هما زوز كلوشارات وإلا جماعة بدون مأوى SDF كانوا راقدين غادي، وكي سمعوا اختويها هربوا. لكن كي قربت لقات الباب محلول، استغربت وتعجبت وقعدت تتساءل شكون اللي حلو. عادة الباب هذاك ما يتحل كان من داخل، ومن لحظة هذه الهلواس بدا يكل فيها هو والخوف. ووقتها ميريندا بدأت تمشي على التراتش متاع صوابعها، ساق القدام وعشرة التالي، وقلبها يدق بالقوة قريب يخرج من صدرها. ميريندا دازت الباب وتفجعت من تقسقيسته. دخلت وشافت جرة متاع نكت متاع دم في القاعة. تبعتهم تلقى جرتهم مازالت ماشية في الدروج، وعرفتها سليمة ايش تستنى فيها كعادتها. الخوف متاع ميريندا قوى، ووقتها فهمت اللي فما حاجة صارت. شعلت الضوء متاع السوبرات وطلت، ما ثم حد. زربت خطوتها ورجعت للدروج وطلعت واحدة واحدة تتبع في نكتة الدم. هي طالعة والدم يزيد، هي طالعة وكان نكتات متاع الدم يكبروا، ومن اللي كانوا قطرات على الدروج ولا وقلت، وما خلطت البيت النوم إلا من المشهد ولا على غاية من الفضاعة. وبطبيعة الحال ضربت فيها صيحة. المسكينة من قوة الصدمة شعرها لدغاشات، ولو كان ما شدتش روحة راهي هبطت تتكركب في الدروج. القاعة متاع بيت النوم بكلها قلتا متاع دم، الملاحة والكوفيد ذات حمر تقول شكون سبخهم. جو ماتوسيلي مسبولين على الفرش، جثث هامدة ومضروبين في البلايس الكل، مضروبين بوحشية فوق كل تصور، كأنه حد دخل عليهم ببيوش ولا بشقور وهما راقدين. المنظر كان فوق طاقة تحمل ميريندا. المسكينة هبطت تجري من الدروج سفت وسفان وزرقت فيها كالدم، وبالمصلت جات تليفون قدامها. بطبيعة الحال هذاك اللي حاجتها بيه، ووقتها طلبت 911. Officer, there's an emergency a mile from your location. 1214 Cedar Drive. Domestic violence and assault. There are no weapons.
الشرطة وصلت واكتشفت فظاعة اللي صار. خذت الأقوال متاع ميرندا اللي حكت لهم على كل شيء، وقالت لهم أنه شخص ولا زوز كانوا موجودين وقت اللي هي داخلة للزنقة، وكي هربوا ما شافتش بالكل الملامح متاعهم على خاطر الدنيا بكلها ذباب بالبخار اللي خارج من الرقارات، وزيد الزنقة طويلة وهما كانوا بعاد عليها. مبدئيا وحسب التحريات الأولى، المجرم أو المجرمين قاموا بالفعل متاعهم وقت اللي جو ومرته كانوا راقدين في طنبك النومة، وقع استعمال آلة حادة، الأقرب سكينة باش يطعنوهم بها، ومن بعد بشقور أو بالأصح النهاش. اللي قام بالفعل متاعه أو اللي قاموا بها تقولش عليهم داخلين على كدس حطب يدقدقوا فيه الدقديق، تقولش باش يحميه طابونة وإلا يحطوه في شيمينية. المجرم أو المجرمين ما خلاو حتى أثار، لا بصمات ولا أدلة مادية، والدم هو الحاجة الوحيدة اللي يمكن توضح الرؤية للمحققين. هذا إذا كان الحامض النووي معناها الأديان متاع القاتل موجود فيه. الطبيب الشرعي قال أنه ساعة الوفاة متاع جو مرتو سيلي كانت في حدود ماضي ساعة متاع الليل، والأرجح أنه المجرم أو المجرمين طعنوا جو مباشرة في صدره، والضربة كانت عميقة برشا خلطت حتى لظهره. سيلي الضربة كانت أخف عليها لكن مست لها القلب وما خلت لها حتى فرصة. والفظيع في العملية هذه هو استعمال الهاش، وكأنه المجرم مكفيهش أنه قتلهم، حب يفش غيظه فيهم كما يلزم وخرج الغل اللي فيه بوحشية كبيرة. لكن يقول القائل علاش هالمجزرة هذه؟ أشنو الدافع من وراء هالجريمة؟ السرقة؟ المحققين اللي استعانوا بميرندا ما لقاو حتى شي يوحي أنه اللي قتل جو سيلي جابش يسرق. الكاسة لباس عليها والأشياء الثمينة في بلاصتهم في الكوفر، ما مسهم حتى حد وما ثماش محاولة متاع خلع أو أي دليل على نوايا سرقة عند القاتل. واللي وضح الشيء هذا أنه لو كان جاء سارق علاش يخلي سوبرات اللوطة أو يطلع يقتل مالي المول وهما راقدين في سبع نومة؟ ما هو يسرق على روحه وإذا فاقوا به ربما يجبر باش يقتلهم. ما المفروض الأمور هكا تصير. في تواتر هالأحداث الفرضية اللي تبادرت الذهن المحققين هو وجود عداءات وأحقاد ما بين جو سيلي واللي قرر باش يتخلص منهم، معناها القاتل يعرفهم وظاهر اللي هو خطط للجريمة متاعه كما يلزم وما خلاش أثار. أما شكون ينجم يدخل للحانوت هذيك أو للدار إذا هم مسكرين؟ الباب التيلاني اللي في الزنقة واللي تدخل منه ميراندا حديد، والباب القدامي معناها متاع السيبارات أحديد مشبك وثم ألارم. الحكاية لهنا ولات لغو على حاله، والأمور ولات متشعبة عند المحققين اللي يزمهم يفكوا هالكبة اللي وراها الجريمة هذه. ميرندا بحكم أنها عندها على الأقل 4 سنين تخدم معاهم، الشرطة استجوبتها باش تعرف العادات متاع عمالي المحل، شكون يمشيلهم ويمشيولو، شكون يجيهم، وكانتش تعرف عندهم عداءات أو بونتوات. والحاجة الأخرى اللي حبوا يتأكدوا منها هي الابتزاز لراكات، لأنه معروف في مدينة نيويورك بالحوم متاعها الكل يتحكموا فيها عصابات المافيا، وأكبر نشاط عندهم هو الراكات الابتزاز. يدوروا على التجار الكل ويفرضوا عليهم أنهم يدفعوا مكس شهري مقابل حمايتهم، وفي الحقيقة هما لا يحميوا فيهم لا شيء، ابتزاز ليس إلا. ميرندا الفام دو ميناج قالت اللي هي ما تعرفش إذا كان الجو كان يدفع في الراكات وإلا لا. على كل حال وقت اللي هي تبدأ موجودة ما يجي حتى حد غريب يوحي أنه من المافيا. سألوها كيفاش كانت العلاقة متاع الجو بالحرفاء وبالجيران، قالت لهم اللي هو كان راجل دافي مستكفي بروحه وما عنده حتى مشكلة مع حتى حد، وأغلب الناس يحترموه بما فيهم المنحرفين ذاتهم واللي ما عندهمش مأوى لزاز دياف، عمرهم ما طمعوا فيه ولا حاولوا باش يسرقوه، هو بتبيعته ديما يعاون فيهم ويخليهم يهزوا حاجات ما يكلمهمش عليهم، خاصة كي تبدأ الحاجات هذه ما عندهاش قيمة كبيرة مالية. ولهنا السؤال بقى معلق، أشكون اللي قتل جو ومرتو سيلي؟
في مجريات هالأحداث المحققين ما لقاو حتى خيط، والحل الوحيد اللي اختاروه أنهم يرجعوا للملفات متاع الضحايا ويحاولوا ياخذوا شهادات من أفراد العائلة متاعهم أو الناس القراب منهم. وأول ما بدأوا يسقسيوا على جوزيف كونورس، انهارت الواقعة. جوزيف مازال كيغلق 50 سنة، أما ما احتفلش بعيد ميلاده. ميريندا الفام دو ميناج قالت لا هو ولا مرته يحبوا احتفالات عيد الميلاد، ما يعملوا حتى لما ما يستاذنوا حتى حد، وما يخرجوش يسهروا البرة أو يتعشاو. هذيك هي الطبيعة متاعهم، كانوا جابدين رواحهم كيما قولوا احنا بريين شوية. ولو كان ليلتها عملوا احتفال كيما الناس الكل ربما كانوا يمنعوا. جوزيف تولد في عائلة متاع فلاحة في الوايو، وملي هو صغير هرب من دارهم، ما كانش يتفاهم هو أبوه بالكل وديما في العرك. كيما عاد بها وين هز شلقاته ملقاته وخلى أهل بلا في بلاه وهج. أبوه كان صعيب برشا وعدواني وأجريسيف، وفوق من هذا كان مدمن على الكحول الكوليك. والضحية المباشرة بطبيعة الحال هي مرته المسكينة أم جو، اللي كانت تاكل على مرمتها، وهذاك السبب اللي خلى جو يدخل في خلاف مع أبوه ملي يوصل لسن المراهقة. ونهار من نهارات هدوا أنه يضربوا إذا كان مازال يمثل أمه. ردة الفعل متاع البو كانت عنيفة، غشمه بمسحة شعره لطير له طاسة مخه، ولو كانت جو ما طبش ورخ بيه كانت تبقى له سيكاتريس في قبعته أو بالأحلى الملغيغة متاعه ما ينبتلوش فيها الشعر. خلاف هالحادثة هذه جو تعارك مع أخواته وفضل باش ينسحب، لأنهم تحموا فيه والعيشة ما عادش ممكنة لا مع أبوه ولا معهم. وبعد ما عدى مدة عند خالته ما نجمش يكمل قرايته، ادخل للجيش كيما نقولوا احنا جاجة، عمل لونجاجمون وقعد مدة طويلة يخدم. وفي الأثناء عرس بمرأة اسمها إلينا، بوها كان جرايدي وعرفه في الميليتير. إلينا جاب منها زوز صغار بنية وليد، ومن بعد الأمور ما مشاتش مع إلينا وتفارقوا بالتي هي أحسن، والصغار قعدوا عند أمهم. رام الفترات فك لونجاجمون متاعه مع الميليتير، وصل به الحال أنه ما عادش ينجم يخدم في الجزرنة مع عرف طلق له بنته، افهم روح وبطل من الجيش. والفلوس اللي لمهم مشى يعيش بهم في نيويورك، وغادي لقاح وينتا سوبرات متاع واحد كوري حاتت عليها فوند كوميرس للبيع، وجو شراها وعمرها وولات تخدم مليح أكثر من اللي كانت عند الكوري، لأنه المسكين كانت عنده مشاكل مع أولاد الحومة خاصة المنحرفين، معيشين في رعب والنهار وما طوله داخلين خارجين عليه يسرقوا فيه وعينه تخزر. المسكين شد شد وكما عاد بها وين باع الملمة واللي ثم بلاش فلوس، معناها متاع واحد هارب بالروح. سيلي مرت جو هي بنت بروكلين، ومن غير ما نقول لكم أنها في الأول كانت حريفة، تجي كل يوم تقضي من غادي من عند جو، وبشوية بشوية تربطت علاقة بينها وبينه، هو كما يقولوا دخلوا الاثنين في العش الزوجية. سيلي عاشت في عائلة متوسطة، بوها كان يخدم في متحف وأمها كانت معلمة، وهي ما قراتش برشا، لكن ملي صغيرة خدمت، ووقت اللي عرفت جو كانت تخدم في وكالة عقارية ما هيش بعيدة على سوبرات. في التور هذا من القضية المحققين كما قلنا قعدوا قدام نقطة استفهام كبيرة، شكون عنده مصلحة في قتلان جو ومرتو سيلي؟ وإذا كان باش يطلع قاتل متسلسل باش تولي مشكلة أخرى، لأنهم لسيريال كيلور القتلة التسلسليين يتصرفوا برشا ذكاء ويطمسوا أثار الجرائم متاعهم، وساعات ما يتشدوا إلا ما يقوى عليهم الشيء ويقوموا برشا جرائم ويخليوا الشرطة في مأزق. أول إشكال بالنسبة للمحققين هو غياب كاميرا متاع مراقبة في السوبرات هذه كانت عجو،
وهذه حاجة غريبة لأنه هالواقعة هذه صارت في 2007 والمحلات في الولايات المتحدة حتى نصبة متاع دخان تلقاها مجهزة بكاميرا مراقبة. لكن الضحية جو ما فكرش بالكل أنه يبدل الكاميرا هذوكما اللي كانوا موجودين من وقت الكوري مولا الفوند كوميرس. الكاميرا ويت متاعهم من كثر ما هو قدم يثبتوا على عام ككح وما عادش يخدموا وضربهم الرمد على خاطر خيوتهم على برا والفيران كلاوهم، وربما كان لقاو حتى تصويرة واحدة كانت تعاونهم برشا في البحث. في مجريات هالأحداث وثلاث أيام بالضبط بعد الجريمة الأولى جاء بلاغ للشرطة يقول أنه تسمع حس متعيات وضرب وفراع في محل متخصص في بيع مواد صيدلية يبعد 300 متر على السوبرات متاع جو ومرتو سيلي. اللي قام بالبلاغ هذا قال اللي هو خاف باش يقرب من المحل هذايا ويشوف شنو اللي صار، لكن شاف واحد خارج منه يجري ما شافش الملامح متاعو بالكل، وكيف اللي شادت حاجة ما عرفاش شنية. الشرطة كي تحولت على عين المكان القات مشهد على غاية من الفضاعة. مولا المحل واسمه فريد كان طايح ما بين البريزونتوار التارمات متاع السلعة، تحته بركة متاع دم وراسه تقريب مخصوص. ولهنا المحققين باش يلقاو تشابه كبير ما بين الجريمة هذه واللي صارت لجو مارتوسيلي. أداة الجريمة هي نفسها، شقور، والطريقة زادة هي نفسها، فيها برشا حقد وبرشا ضرب بشكل هستيري. وهوني فرضية القاتل المتسلسل بدأت تتحول الحقيقة، لأنه مبدئيا ما ثم حتى علاقة ما بين الضحايا الاثنين جو مرتو وفريد، فقط كانوا يعرفوا بعضهم من بعيد، أما حتى شيء ما يربطهم ببعضهم. وحسب الشهادات حتى مولا المتجر فريد عمره ما تخلي السوبرات متاع جو. أشنو اللي يخلي مجرم يتصرف بالطريقة هذه؟ في المرحلة هذه المحققين اعطوا ما عندهم باش ما يفلتوا حتى جزئية، ما خلاوش تركينا في المتجر ما فركسوهاش وما خذاوش منها عينات. ومن حسن حظهم القاو دليل مادي، الدليل هذا تغافل عليه المجرم وفي باله خدم خدمة نظيفة. القاو أثار متاع ألياف دي فيبر، الأكثرية جايين من حاجة كان لبسها المجرم، واللي حسب الحالة اللي عليها ساحة الجريمة ما نجمش يفتك بفريد بسهولة ويتخلص منه، وبقى يتفرع هو وياه مدة. والدليل اللي بقى من المجرم في ظوافر فريد لأنه كبش في القاتل وما سيبه كان كيكلال مسكين الضربة القاضية. حسب الطبيب الشرعي ساعة الوفاة في حدود 10 متاع الليل، وربما لهنا المجرم كان محظوظ كيما وقت اللي تخلي السوبرات وطلع لدار جو ولقاه راقد هو ومرته، لكن في الجريمة الثانية فريد فاق به. في مجريات البحث في الجريمة الثانية مرت فريد قالت أنه رجلها نارتها بقى في الحانوت على خاطر عنده برشا حسابات ويلزمه يعمل الانفونتير متاع السلعة. سكر الباب على روحه وقعد في البيرو، والسؤال المطروح لهنا كيفاش المجرم تخلوا للحانوت متاعه زعما كيما تخلي السوبرات في الجريمة الأولى. الجريمة الثانية باش تورط الشرطة وتخلي وسائل الإعلام والأهالي يوجهوا لها نقد لاذع وهجومات صحفية شرسة، نعتتهم بالتخاذل واللامبالات، وبدات الناس تحكي على قاتل المتاجر. وهالحومة بكلها هذا إذا ما قلناش بروكلين بكل ولات تعيش في رعب كبير. التجار يسكروا على بكري وعملوا بيبان حديد جدد أكثر صلابة، واللي الكاميرا متاعو ما تمشيش وإلا حولة وإلا عمشة بدلها، وكبيعت لسيستان دولار مشاخت عندهم تنفنفوا ولات عندهم برشا خدمة. والشرطة ما بقالها كان باش تنصب العصا بطريقة مسترسلة في الأماكن الكل اللي فيها متاجر لعل وعسان مجرم يدق ربي ويرجع المكان الجريمة متاعه. في المرحلة هذه المعمل الجنائي حلل هكا الألياف،
الألياف اللي يلقاوها في الظوافر متاع فريد، وبظهرهم باش يكتشفوا قطرة متاع دم صغيرة في وسطهم ما شافوها كان بمجهر كبير ميكروسكوب. وبهكا النقطة متاع الدم هذيك اتوصلوا لمعرفة الحامض النووي متاع المجرم المحتمل، لكن ما تقاولوا حتى أثر على قاعدة البيانات متاع الشرطة الفيدرالية FBI. معناها حسب الظاهر السيد ماهوش من ذوي سوابق، وماهوش سجين أو منحرف، وسبق للشرطة أنها حطته محل إيقاف. في تواتر هالأحداث علاش ما تقولش أنه في ليلة من الليالي دورية متاع شرطة متنقلة دور بالذمة وبصفة استثنائية في هكا الحومة هذيك، شاف تخيل متاع واحد لابس كي الكبوت الطويل وكأنه مخبي بيه حاجة، كان يمشي بالشوية، ووقت اللي فاق بالدورية وراه أعطى على سقيه ولا يجري. البوليسية شدوا جرته وخلطوا عليه بالكهرباء، وهكا السيد يزقزق بيهم من نهج النهج. الشرطة حطوا جيروفار وهكا الوع وع السيران، فيقت الناس الكل من نومهم. ووقت اللي وصل بيهم النهج من لونها الضيقين افرح لأن الكهرباء متنجمش تدخل فيه، لكن رغم ذلك هبطوا من الكهرباء وبداوا يجري وراه بسلاح. في آقف آقف لانتيري وعليك، لكن السيد موقفش وباقي يجري، وساعة ساعة يتلفت لهم حتى اللي نعثر وطاح وراسه جاء في قصدرية من القزادر متاع الزبلة اللي كانوا فوق بعضهم في هكا النهج. ووقتها واحد من البوليسية ترمي عليه وركب له المنهط. الخبر هذا يوصل للمركز الشرطة والأمنيين فرحوا، أخيراً القاتل متاع المتاجر تشد. وما خلطوا به غادي كان ملقاو حضبة متاع عباد فرحانين أنه هالكابوس هذا باش يتنحى عليهم. لكن الفرحة ما دامتش، الدليل المادي الوحيد اللي عندهم معناها لاديان اطلع ماهوش لاديان متاع الشخص اللي شدوه. السيد هذا اللي تصوروه المجرم وشدوه اسمه جيريمي، من السكان السود متاع امريكا، انا افرو امريكان، عمره 23 سنة والملف متاعه من نوع الثقيل. ادخل الاصلاحية عمره 11 سنة، ووقت اللي استنطقوه قالوا له اش تعمل قال اللي هو كان في دار اخته ومروح. المحققين ثبتوا من عذر هذا معناها الاليبي متاعه، واخته اكدت لهم اللي هو فعلا اتعشى وصار بحذاها ليلتها ومن بعد روح. ولهنا النيابة العمومية ما كان عندها حتى دليل إدانة، واضطرت باش تصيب سي جيريمي هذا، اما بقات تتبع في حركاته وسكناته. في تواتر هالأحداث ومن غدوة واحد يخدم في ريستوران خرج باش يحط الزبلة قدام الباب كالعادة باش يجي ويهزوها، ويشوف تحت كدس كواغت وسخ شقور مطيش. الشقور ذاك عليه أثار متاع دم، من حين وكلم 911 وهبطت الطامة والعامة، هزوا هكا الشقور ذاك اللي ممكن ياسر يكون أداة جريمة محتملة وبعثوه للمعمل الجنائي. القاوا عليه بصمات أما ما همش مطابقين للبصمات متاع جيريمي، معناها هذا دليل براءة آخر بالنسبة لي هو. لكن امتع شكون هالبصمات هذو؟ بعثوهم للقاعدة متاع البيانات الفيدرالية لكن ما فماش نتيجة، ما فما حتى تطابق. ورجع التحقيق للنقطة الصفر، ورجع معها الخوف في صفوف السكان والتجار متاع البلاصة هذيك، اللي ولاو بالحق متأكدين أنه المجرم حر الطليق وينجم يضرب في كل وقت. السؤال المطروح في المرحلة هذه، إذا ما هو جيريمي هو اللي استعمل الشقور أو طيشه في الزبلة، أشكون مولى العملة؟ وهوني باش تصير المعجزة. عون أمن متاع مرور وقف سيارة يسوق فيها واحد مقرع كومبليتمون، لابس كيما جيلي متاع الميليتير وعنده برشا وشام على يديه، كان يجري بسرعة مفرطة. في الأول السيدة ذاك امتثل الإشارة متاع العون وقف، لكن وقت اللي العون قرب منه عمل ديماراج أمريكا وخرج خرجة واحدة، لدرجة أنه طيش البوليس في القاعة وجاب ربي ما صار له شيء. العون في ساعة ما بلغ عليه وهكا السيد يلقى وراه شادين جرته كرهها بالشرطة متاع بروكلين الكلها يطاردوا فيه، هو بطبيعة الحال اللي في الكونتور الكل حتهم، حتى لين خرج من نيويورك جملة وباقي يجري في سرعة جنونية.
لكن في الاخر الشرطة بالتنسيق مع بعضهم شدوه وحاصروه من جهات الكل، وكما يقولوا ما خلاو له حتى فلة وحتى إمكانية باش يفلت. هالسيد هذا بعد ما شدوه هزوه باش يستنطقوه، وطلع عسكري قديم واسمه ماكس بولمان، أصله من فيرجينيا، شارك في برشا حروبات منها حرب العراق والكوسوفو. العراق مشالها وهو جندي في قوات المارينز، أما الكوسوفو مشالها كمرتزق مرسنير. الأمنيين لقاو برشا صعوبات باش يستنطقوه لأنه كان كاسح برشا، اسكت وما حب يقول حتى كلمة، حتى كي اقترحوا عليه باش يجيبوا له محامي ارفض. ولهنا بالطبيعة أول حاجة يلزم يثبتوا منها هو السبب اللي خلاه ما يمتثلش الإشارات المرور، وكي سألوه علاش وفهموه أنه لو كان وقف ما كانش باش يصير له حتى شيء ونهايته مخالفة من أجل السرعة، إذن علاش تسبب في الحبارة والخوذة هذيك الكل، وخلى الشرطة متاع نيويورك على آخرها في جلدته. في مجريات التحقيق مع السيد هذا واحد من المفتشين جاته فكرة باش يقارن البصمات متاع ماكس مع اللي موجودين في سجل المفتش عنهم، يعني اللي اقترفوا سرقات وجرائم وخلاو بصماتهم لكن مازالوا ما شدوهمش لأنهم ما تعرفوش على الهوية متاعهم. هالعون هذا وسع باله وقعد يقارن في البصمات الموجودة عندهم بالبصمات متاع ماكس، وسع باله برشا وبدأ يدقق، والشي هذا خلاه يوصل للنتيجة. وبعد صبحية كاملة القى نفس البصمات موجودة في السجل متاعهم، وفهم أنه ماكس هذا هو قاتل المتاجر، قاتل المتاجر اللي قوات الشرطة كلها تفركس عليه. ولهنا القضية باش تاخذ منعرج جديد، وماكس هذا بعثوه مسلسل للفرقة اللي كانت متكلفة بالتحقيق في مقتل الجو مارتو سيلي وفريد. المحققين المكلفين بالجرائم الاثنين هذم دوب مخلط لهم ماكس زادوا ثبتوا من البصمات متاعه بصفة علمية ونهائية، وطلع السيد هو مولى العملتين يعني الجريمتين وثلاثة ضحايا في السجل متاعه. ومع هذا الكل أداة الجريمة يعني الشقور كانت عليها نفس البصمات اللي خذوها من ماكس، ابقات حاجة واحدة واللي هي الاعترافات متاع المجرم، وبها هي يتغلق ملف الإدانة نهائيا. في المرحلة هذه من القضية انفكروكم أنه القاتل المتسلسل يقتل الضحايا متاعه من غير حتى سبب، فقط من أجل القتل، لا يعرفهم ولا يعرفوه، والقصد متاعه أنه يقتلهم وينكل بالجثث متاعهم بصفة وحشية، وهذيك الشيخة متاعه. ولهنا واحد من المحققين اتذكر حاجة، جو كان في الجيش وفريد زادة الضحية في الجريمة الثانية، وقت اللي بحثوا في الدوسيات متاعه القاوه خدم مدة صيدلي فارماسيان وفي نفس القزرنة اللي كان فيها ماكس، ماكس وقتها كان عسكري فيها. ولهنا القاسم المشترك ما بين الضحايا وماكس هو انتمائهم في وقت من الأوقات للجيش، وإمكانية أنه يكون معرفهم واردة وأكثر من واردة. وكي رجعوا للوثائق الموجودة في المؤسسات العسكرية اللي خدموا فيها الثلاثة القاوا الدليل القاطع على أنها جرائم وقع اقترافها مع سابقية الإضمار، وما تشبهش وما هيش نتيجة قاتل متسلسل متاع مجرم سيكوباتي أم سيكوبات. والدليل اللي قاوا هو تقرير متاع جو الضحية الثانية، التقرير هذا كتبه جو على سوء سلوك ماكس اللي كان في فترة قصيرة تحت الإمرة متاعه في الجيش، والتقرير ذاك اللي عملوا جو هو اللي تسبب في طرد ماكس من الجيش، وهذاك علاش ولا من بعد مرتزق. المعلومة هذه قلبت المعطيات الكل، وماكس تجبر على الاعتراف، قال اللي هو قعد يحقد على جو، وكي رجع من كوسوفو فركس عليه في كل بلاصة حتى لين لقاه، ونهار ادخل السوبرات وتخبى فيه، وبقى متخبي حتى لين جو سكر السوبرات وطلع هو ومرته باش يرقدوا. ماكس وقتها
كان مخبي وراء فريجيدار كبير، وكتأكد اللي هما رقدوا طلع لهم وطعنهم بسكينة المرة الأولى، ومن بعد تخلى عليهم بالشقور، ما خلى فيهم حتى عرق حي، دقدقهم الدقديق. ماكس قال أنه فريد زادة يعرفه مليح، ولسوء حظه شافه في الحومة وعقله وقت اللي هو بدأ يحذر في الجريمة الأولى متاعه واللي قتل فيها جو مرتو سيلي. وباش ما يصير شربت الخيوط ببعضها، ماكس قرر أنه بعد ما يتخلص من جو مرتو اللي لعملت لا يدها لا ساقها، يكمل يتخلص من فريد بنفس الطريقة. يدخلوا للحانوت يتخبى، وكي يتسكر الباب يبقى لابد حتى لين تجيه الفرصة. في نهاية القضية ماكس يتسمى محظوظ، رغم هالثلاثة ضحايا تحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وكأنه العدالة الإلهية دخلت على الخط باش تنصف الناس الأبرياء اللي قضى عليهم. لكن أقل من عام بعد ما تخلى الحبس، ماكس باش يموت بسكتة قلبية، وحتى الطبيب عجز أنه يفسرها. السيد كان صحة أبدان وثور على حاله، وأكيد را وقت اللي طلع في الروح فكر فيها كثلاثة اللي قتلهم، وقال أنه السكتة القلبية منهم هما يحبوا يخلطوها عليهم. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.